احكي لي الأول، يعني في بداية الموضوع، تجميعة العدد ده من النائبات وزيارتهم للعاصمة الإدارية بالتنظيم ده اللي شفناه، حصلت ازاي؟ عملتيها ازاي دي؟ جبتي كل دول وفجتيهم ازاي؟ هو اسمحي لي الاول اقول لك الفكره. كانت بدايتها فكره اللقاء النائبات، وكنت عايزه اعمل اللقاء ده من زمان، من بدري يعني، على اساس ان احنا نلتقي ويعني نتبادل الاراء وتعارف كمان، لان ده وتعارف. لسه تعتبر في اول الدوره فأو البرلمانيه. في ناس يعني، انا اول دوره ليا، وكنت اتمنى التقي بالنائبات السيدات. احنا حاسين ان احنا بقينا ما شاء الله يعني ايه، لينا لا قوه لا ثقل. يستهان بها. بالظبط كده. فانا كان الفكره جت الاول نبع من ان انا نلتقي مع بعض، نتناقش ونشوف القضايا اللي بتهتم بيها المراه، او على القضايا اللي بيتم تداولها في البرلمان. بعد كده الفكره تصعدت وقلت طب ما نلتقي في عيد الام واليوم العالمي للمراه، خصوصا ان انا اتكلمت مع دكتوره مايا مرسي وقالت لي طب ما تيجي نجمع المراه ونتكلم معاها، ونبقى يوم طبعا يعني لقاء ودي بعيدا عن اي تيارات او احزاب او فكر سياسي. وبذكر الدكتورة مايا لازم نقول انه في تجميعة لطيفة كده تحت مظلة المجلس القومي للمرأة بالظبط، للنائبات المصريات، وفي تداول للأفكار طول الوقت في حاصل. احتواء، وفي يعني في دكتورة مايا بصراحة عاملة شغل ملحوظ خاص بالقضايا المرأة. بعد كده بقى اخر حاجه اللي هي اللي قررت ان انا اخد المبادره، وهي اللي فعلا اللي دفعتني ان انا اعمل المبادره، لما سيد رئيس الجمهوريه قام بايه بتدشين ان العاصمه الاداريه هي الجمهوريه بمثابه الجمهوريه الثانيه. فقلت بقى انا هاخد الثلاث يعني ايه الثلاث اعياد. الثلاث اعياد، وبدات اعمل اكون جروب، وكلمنا على الواتساب يعني ان احنا نجتمع. ونائبات لقيت منهم يعني قبول، خاصة أن الدعوة كانت زي ما قلت لحضرتك دعوة في حب الوطن، وتعتبر دعوة عامة. يعني أقصد اللطيف في المبادرة بتاعتك إنك ما اخترتيش مجموعة من النائبات، ما اخترتيش تيار سياسي معين. بالظبط، كان الدعوة كانت هي يعني ليها هدف واحد، أن المرأة المصرية تم احترامها وتم تقديرها من الدولة المصرية، وبالتالي آن الأوان أن المرأة المصرية ترد هذا الجميل، وتكون أول من لبى النداء للعاصمة الإدارية، ونكون أول من يعني لينا شرفنا إن احنا نزور العاصمة الإدارية. وكان حضرتك لو شفتي طبعا كنا ماشيين في موكب يليق بنائبات مصر وبعظيمات مصر، وطبعا كان في معانا شخصيات عامة كتيرة جدا، ورحنا طبعا زورنا العاصمة، ويعني كانت زيارة موفقة. والحمد لله وصلنا للهدف اللي هو ان التقينا، وكان في زياره بعديها التقينا مع بعض، يعني كان فيها زياره حفل غذاء، كان في غدا يا جماعه، كان في غدا حلو في الاخر. يعني هي خدتهم من عند البرلمان لحد العاصمه الاداريه في مشوار كبير. بالظبط، وخدتوا جوله في العاصمه قد ايه؟ الجوله استمرت من ساعتين لثلاث ساعات. طبعا يعني شفنا كاتدرائيه، شفنا المسجد. خلينا نشوف صور، اكيد التجميعه كانت حلوه. شفنا المسجد، شفنا العدد طبعا كان يقرب عن 100-150 سيدة تشمل. الصورة دي فين دي؟ دي ده طبعا البرلمان. ده مجلس الوزراء لا لا، ده البرلمان مجلس النواب. مجلس النواب. انتوا عينتوا الموقع. لا احنا ما سبناش مكان الا وزورناه يعني. ده قدام مسجد الفتح. بالظبط. ورحنا الكاتدرائية طبعا قعدنا فيها كتير جدا. سؤال للمهتم، لان انا كتير يعني انا شخصيا بروح العاصمه الاداريه كتير عشان ساكنه قريبه منها، لكن انا الجوله كامله زي دي يعني، انا ساعات بروح ابص كده وارجع، لكن جوله كامله زي دي تاخد وقت قد ايه؟ لان في ناس دلوقتي بقى عندها فضول انها تعمل الجوله دي. بص حضرتك، هو اولا الجوله كانت فيها تنسيق مع العاصمه نفسها، وده انا يعني بجد بشكر. دي صوره حلوه، دي فيها كل العدد. فيها العدد قائمين على الجوله، والتنظيم كان يعني في منتهى الروعه والدقه والاحترافيه. جوله زي دي خدت منا بالظبط بروحك من ساعتين لثلاث ساعات، ولكن الفكره في خط السير المنظم، احنا رايحين من منطقه لمنطقه، المكان كان مستعد لينا لما رحنا، الاماكن نفسها كانت احنا كنا بنروح وكان في ترحاب جامد جدا. دي دكتور دي بقى لما دكتوره نبيلة. كان معاكم كمان شخصيات يعني شخصيات حكوميه عامة. وشخصيات عامه، لان هي زي ما قلت لحضرتك هي دعوه الهدف منها الاحتفال بالمراه المصريه، وفي نفس الوقت ان العاصمه الاداريه تتزين. واحنا حتى قلت لهم انا في جروب يعني او قبليها بساعه، قلت لهم العاصمه تتزين لنائبات والشخصيات العامه السيدات مصر يعني.